ماما انا عايز فلوس. هجيب منين يا ابني؟ ما انت عارف معناش اي فلوس، والفلوس اللي معايا هسدد بيها الديون اللي عليك، ومش هيكفي كمان. ماما ده عيد ميلاد بنتي النهاردة، انا لازم اجيب لها هدية. عيد ميلادها كل سنة وهي طيبة، من ساعة ما سيبنا بعض انا ومامتها وانا مش بشوفها كتير، علشان كده عايزة اجيب لها هدية حلوة. خلاص يا حبيبي خد الفلوس دي، وما تنساش تأكلها الفراخ اللي هي بتحبها. الفلوس دي قليلة قوي يا ماما، مش هينفع اجيب بيها هدية. هي دي الفلوس اللي معايا، بقية الفلوس لازم ادفع جزء من الديون اللي عليك علشان ما يحصلش اي مشاكل، وعلشان انت كمان ما تدخلش السجن. هي ان شاء الله هتفرح بأي حاجة. ماشي يا ماما انا هتصرف. ماشي انا همشي انا بقى علشان رايحة الشغل. الفلوس دي مش هتكفي ان انا اجيب هدية. انا عارف ماما بتعيدي الفيزا فين، هاخد منها الفلوس وبعدين ابقى ارجعها. ايه ده، ماما غيرت رقم الفيزا، ده كان تاريخ عيد ميلادي. يا ترى ايه، يا ترى ايه، انا هجرب عيد ميلاد بنتي. صح طلع عيد ميلاد بنتي. انا اسفة جدا ما خدتش بالي. مفيش مشكلة، حصل خير. ايه ده الراجل اللي انا عليا ليه فلوس، انا لازم اجري. انت بتحسب هتعرف تهرب مني؟ فين الفلوس؟ ارجوك عيد ميلاد بنتي النهاردة ومحتاج الفلوس اللي معايا. ماليش دعوة عيد ميلاد بنتك او لا، انا عايز الفلوس حالا. ايه ده الفلوس راحت فين؟ اكيد البنت اللي انا قابلتها قدام البنك هي سرقتني. ارجوك ما تموتنيش. خد امضي على الورقة دي، وفي خلال شهر لو ما دفعتش الفلوس هاخد البيت بتاعكو وهتتسجن وهتبقى مشرد انت ومامتك. حاضر حاضر، بس سيبني اعيش. اهو اتفضل. اشوفك كمان شهر. اعمل ايه في المصيبة اللي انا فيها دي؟ ولازم اروح لبنتي علشان عيد ميلادها، مش معايا فلوس. وحشتني قوي يا بابا. وانت كمان يا حبيبتي كل سنة وانت طيبة. فين يا بابا هدية عيد ميلادي؟ كان نفسي اجيب لك احلى هدية، بس انا مش معايا فلوس. بس اوعدك السنة الجاية اجيب لك احلى هدية. مفيش السنة الجاية يا بابا، انا هسافر انا وماما. ايه هتسافري؟ رايحين فين؟ ماما جالها شغل في امريكا وانا هسافر انا وهي. لا انا عايزك تعيشي معايا هنا. هنعيش ازاي يا بابا، انت معاكش فلوس خالص. مش عارف اعمل ايه، بنتي هتروح مني. مالك زعلان ليه؟ انت مين يا عم انت وعايز ايه؟ سيبني في حالي. انا عارفك وعارف كل مشاكلك وعارف الديون اللي عليك وعارف ان انت هتتسجن، وجاي احللك كل مشاكلك.
ايه ده، انت عارفني ازاي؟ انت بتراقبني ولا ايه؟ وهتحللي مشاكلي ازاي؟ احنا بنجمع ناس وهنعمل لعبة، ولو كسبت فيها هتكسب فلوس كتير قوي، هتحل كل مشاكلك. فلوس كتير قوي؟ ايوة، ولو موافق اتصل بيا على الرقم ده. ماما شفتي اللي حصل؟ خير يا حبيبي، في ايه؟ بنتي هتروح مني، هتسافر هي ومامتها لامريكا. اوعى تخليها تسافر، لازم تجيب فلوس، لازم تشتغل. ماشي يا ماما، انا هتصرف. انا لازم اكلم الراجل اللي قابلني واشترك في اللعبه. ايوه يا فندم، انا مستعد اني اشترك في اللعبه. انا مستنيك في شارع رقم 10. مستعد تشترك في اللعبة؟ ايوه مستعد. اول قاعدة في اللعبة انت مش تعرف مكانها فين، فلازم تغطي وشك. ويلا معايا. ماشي انا جاهز. ايه ده، ايه اللي جنبي في المكان ده؟ ومين الناس دول؟ انتوا موجودين هنا لانكم ملكوش دور في الحياه وعليكم ديون ومعرضين للسجن، والمسابقه دي فرصتكم الاخيره علشان تكسبوا فلوس وتبقوا بني ادمين، او تموتوا وتريحوا الناس منكم. هتبدأوا أول لعبة. إيه اللعبة دي؟ إيه اللي بيحصل ده؟ الناس بتموت ليه؟ أنا عايز أخرج من اللعبة. لو اتحركت هموت. مش مصدق كل الناس دي ماتت. ايه اللعبة دي؟ Thank you.
أنا كان ممكن أموت معهم لو ما فوزتش. أنا لازم أخرج من اللعبة دي. ايه ده؟ انا فين؟ وانت مين؟ ايه ده؟ انا عارفك، انت البنت الحرامية اللي سرقتني. هو انت كنت معايا في اللعبة؟ ايوه انا كنت في اللعبة، بس انا اخترت ان انا امشي. وانا كمان اخترت ان انا امشي واسيب اللعبة بعد ما شفت كمية الناس اللي ماتت دي. طيب ارجوك تعال ورايا ساعدني، فك ايدي. افك ايدك يا حرامية؟ فين الفلوس بتاعتي؟ فكني وانا هديهم لك صدقني. يلا دورك بقى فكيني. انت غلبان قوي، انا عمري ما هفكك، لاني لو فكيت ايدك هتضربني، لاني مش معايا الفلوس بتاعتك. فكيني بقولك. يلا باي باي. انا الضحك عليا كده؟ ده انا سناني وجعتني من كتر ما انا بفك الحبل بتاعها. انا لازم اروح ابلغ الشرطة. خير؟ في ايه؟ الحقني يا حضرة الضابط، في ناس غريبة خدونا وخلونا نلعب لعبة غريبة وموتوا نص الناس اللي كانوا معانا. واللعبة دي كانت ايه ان شاء الله؟ دي كانت لعبة اشارة حمراء واشارة خضراء، واللي كان بيتحرك في الاشارة الحمراء بيموت. مش دي اللعبة اللي احنا كنا بنلعبها واحنا صغيرين؟ ايوه بالظبط، دي اللعبة اللي احنا كنا بنلعبها من زمان. طيب المكان ده فين؟ هما كانوا مغميين عيني وانا كنت رايح المكان ده، فانا معرفش مكانه فين بالظبط. طيب اشكالهم كانوا عاملين ازاي؟ كانوا لابسين ماسكات، ما عرفتش ولا واحد فيهم. طيب قولي انت خرجت ازاي؟ انا قلت لهم مش عايز العب فرموني في الشارع. طيب انت رحت هناك ليه؟ قالوا لي هكسب فلوس لو لعبت اللعبة دي. انت يا اما مجنون يا اما كذاب، ولو ما مشيتش دلوقتي هسجنك. انت مش مصدقني؟ الكارت بتاع الراجل اللي ودانا اللعبة اهو. ثواني هكلم الرقم ده. الرقم غير موجود بالخدمة. انت كذاب، امشي بقى ومش عايز اشوف وشك. انا مش عارف اعمل ايه، محدش هيصدقني. انا هتصل بماما اطمن عليها. ايوه يا ماما، انت فين؟ ايه في المستشفى؟ جايلك حالا. ماما حبيبتي مالك؟ في ايه؟ مفيش حاجة، اطمن انا هبقى كويسة. طمني يا دكتور، مالها؟ مامتك محتاجة عملية في رجليها، يا اما هنبقى مضطرين نقطعها. لا هنعمل العملية يا دكتور. هي العملية تتكلف كام؟ هتتكلف 50,000 جنيه. 50,000 جنيه؟ ما تقلقش يا ابني انا بقيت كويسة، يلا نروح. لا يا ماما مش هنروح، انت هتعملي العملية. انت مجنون؟ هنجيب ال50,000 جنيه منين؟ يلا يا ابني نروح. ماما استني. وحشتيني يا حبيبتي.
انت ازاي تبقي اختي الكبيره وتسيبيني هنا؟ لو وحشتك ما كنتش سبتيني ده كله. انا سايباكي هنا فتره بسيطه لغايه ما اظبط اموري ويبقى معايا فلوس، وقودك فطار الرعايه هنا احسن. بس انتي قلتيلي هسيبك شهر واحد، احنا بقالنا سنه. خلاص هانتي حبيبتي، انا هتصرف. ازيك يا محمد، انا جاي اطلب منك خدمه. اطلب بس يا ريت ما تطلبش فلوس زي كل مره. انا ماما تعبانه قوي في المستشفى ومحتاجه عمليه ب50,000 جنيه، ارجوك ساعدني باي حاجه. انسى، مفيش فلوس. انا كل مره اديك فلوس عمرك ما بترجع لي حاجه، وبعدين 50,000 جنيه ده مبلغ كبير جدا. وامشي يلا عشان مفيش حد من الزباين يشوفك وانت واقف هنا. اخيرا لقيتك يا حراميه، هاتي الفلوس، امي تعبانه قوي. الفلوس بتاعتك سددت بيها شويه من ديوني، بس صدقني معيش اي فلوس دلوقتي خالص، ده حتى اختي حطاها في دار رعايه ومش قادره اقعد معاها. طب ايه الحل، نعمل ايه؟ متهيالي مفيش حل غير ان احنا نكمل اللعبه. بس احنا ممكن نموت، اللعبه خطر قوي. احنا كده كده مش عايشين، فنغامر يمكن نكسب فلوس. يلا طلع تليفونك وكلمهم، ده الحل الوحيد اللي قصادنا. عايزين نرجع نكمل اللعبة. احنا لازم نساعد بعض، حاولي تخليكي قريبة مني. ماشي، انا خايفة قوي. ودلوقتي معاد اللعبة التانية، لازم تعدوا من الاشكال، اللي مش هيعدي جوه الشكل هيقع ويموت. يا رب ما اخبطش. اللعبة رقم 3،
هتحاولوا تعدوا من المبنى وكل حاجة هتقابلكوا فيه. وبكده ما فاضلش من المتسابقين غيركم انتوا الاتنين، والباقي كله مات، ولازم واحد فيكم يموت وانتوا اللي هتقرروا مين اللي هيموت فيكم ومين اللي هيعيش. واللي هيعيش هو اللي هيكسب كل الفلوس. أرجوك لو موتني خد بالك من أختي، وانت لو موتني خدي بالك من بنتي وأمي. يا ترى هعمل ايه وهوصل للولد ده ازاي؟ انا لازم اقتله واكسب. انا يا ترى هوصل للبنت دي ازاي؟ انا لازم اموتها علشان اكسب الفلوس. انا عرفت هعمل ايه. هي قالت اللي اختها في دار رعاية، انا هروح لها هناك. الحمد لله محدش واقف جوه دلوقتي. ازيك يا حلوة؟ ازيك، انت تعرفني؟ ايوة طبعا انا اعرفك، وجاي اخدك اوديكي لاختك. ليه؟ هي اختي فين؟ اختك كويسة ما تقلقيش، هي جايبالك حاجات حلوة مستنياكي. يلا تعالي معايا. احنا فين يا عمو وفين اختي؟ انا هتصل باختك واخليها تيجي تاخدك. اقعدي انتي بس ساكتة. حاضر يا عمو. الو، انا اسف بس اختك معايا، لو عايزة تشوفيها تاني لازم تيجي، ولو عملتي اي حركة غبية هقتل اختك. لما اقوم اشوف مين اللي بيخبط.
انت مين وعايزه ايه؟ ابنك خاطف اختي ومش هسيبك غير لما يسيب اختي. طلعي تليفونك وكلمي ابنك خليه يسيب اختي. حاضر حاضر. الو، ايوه يا ابني، انت فين؟ في واحده قدامي رفع عليا مسدس وبتقول انك خاطف اختها. هاتي حكى التليفون هكلمه انا. بقولك ايه، طلع اهلنا بره الموضوع، التحدي بيني وبينك بس، احنا لازم نتقابل دلوقتي. خليك فاكر انت اللي ابتديت وخطفت اختي. انا ما كنتش ناوي اذيها، كان لازم اخطفها علشان اوصل لك. انت فاكر نفسك هتكسب اللعبه وهتموتني انا؟ بقولك ايه، ما تيجي نوقف المسابقه لحد هنا وبلاش نموت بعض. نوقف المسابقه بعد ما كل الناس دي ماتت؟ لا، ايوه، بدل ما تخسري او انا اخسر. انت عندك اختك وانا عندي بنتي وامي، لازم ناخد بالنا منهم. وانا مش موافقه، انت لازم تموت واكسب انا. انت لازم تموت. انا اسف بس انت اللي اضطريتيني اعمل كده، ما كنتش عايزه اموتك. بس صدقيني هاخد بالي من اختك، بس الاول لازم اخلص من اللعبة دي. انا هتاكد الفلوس نزلت ولا لا. معقوله كل دي فلوس؟ انا لازم اصرف الفلوس دي في الخير. معلش اتاخرت عليكي. فين اختي؟ انا كنت خايفه قوي. اختك سافرت حته بعيده، بس سابت لك فلوس كتير قوي، وانا هاخد بالي منك. ايه ده، يعني انا هرجع دور الرعاية تاني؟ لا ما تقلقيش، انت هتعيشي معايا ومع امي وبنتي. بنتي في سنك كده فهتتبسطوا مع بعض قوي. انت طيب قوي يا عمو، وانا مبسوطة قوي. انت جايبنا هنا ليه يا ابني؟ قلتلك معناش فلوس. ماما ما تقلقيش، انا اتصرفت، انا معايا فلوس كتير قوي دلوقتي، ولازم تعملي العمليه. الحمد لله على السلامه يا ماما. عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله، رجلي بقت كويسه خالص. انا متشكره قوي يا حبيبي. الحمد لله يا ماما. انا بس هطلب منك طلب، انا بقى معايا فلوس كتير قوي، انا عايزك تروحي تجيبي بنتي تعيش معانا. اكيد يا ابني هروح اجيبها. الحمد لله انك معاك فلوس، انا خدت خايفه تسافر مع مامتها امريكا. مين دي يا بابا؟ من دلوقتي اعتبريها زي اختك وهنعيش كلنا مع بعض.